أبدى عدد من الملاك بحي العليا الواقع بالقرب من مشروع الأمير فواز بجدة امتعاضهم من الإزالات التي لحقت بممتلكاتهم من قبل الجهات الرسمية بدعوى وقوعها على مجاري السيول، مشيرين إلى أنها أبعد ما يكون عن ذلك. وذكر أهالي الحي أن آلية تنفيذ الإزالة جاءت عشوائية وسريعة، حيث لم يتم الإنذار إلا قبل التنفيذ بأسبوع واحد فقط، كما أن إزالة الأحواش والمباني لم تكن كما جاء بالإشعار، حيث أشعر بعض الملاك بأنه سيتم إزالة 14 متراً من ملكه فيما تم إزالة العقار بالكامل. وأوضح بعض الملاك بأنه تم الخلط بين السليم والمخالف خلال تنفيذ عملية الإزالة، وتم أخذ الكثير من العقارات كونها تعديات، متسائلين عن كيفية إيقاف مشروع المياه الجوفية وسط الحي رغم بدء العمل به وتخصيص اعتمادات مالية له بدعوى فتح قناة لتصريف السيول بذات المكان. وذكر المشرف العام على البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة المهندس عبد المجيد البطاطي أنه لا يمكن التهاون في مثل هذه المشروعات والتي تتعلق بأرواح البشر وسلامتها، مشيرا إلى أن عمليات الإزالة التي تمت كانت بناء على مخطط شامل ومدروس من قبل هيئة المساحة الجيولوجية، حيث حددت المواقع التي أزيلت كمواقع على مجار للسيول، وبناء عليه تم العمل بآلية واضحة ومدروسة بعيدا عن العشوائية، بحيث تم إشعار السكان والملاك لأكثر من 5 مرات، علما بأن النظام ينص بإشعارهم ل3 مرات فقط. الأمر صدر ب16/2/1428. البلدية والأمانة تتعذر، يقولون اللي ما هو في الجوجل قبل 1424 ما يعطاك عرب. جوجل يعني في خريطة؟ أيوه في خريطة في الجوجل قبل 24. تحديث بيانات. أيوه. اللي قبل 24 معمر نعطيه. وش معنى؟ وفي الجوجل. وش معنى؟ اللي بعد 24 ما نعطيه. كنتم تشاهدون التقارير المرئية من جريدة المدينة، قدمها لكم أيمن خضر.